مساء الخير سهرة عمر، نحن وياكم بسهرة جديدة 28 من رمضان عم نترافق بها السهرة مباشرة عبر تلفزيون لبنان. ختام الشهر الفضيل، عسى أنه يكون خير وبركة حملها لبيوتكم ولقلبكم ولدخلكم ولكل واحد منا. هالخير يلي دائما منبحث عنه بالآخر ومنبحث عنه يلي أوقات بيكون بدخلنا وما منعرف نلاقيه، فإن شاء الله هالشهر بيحمل كل شيء منيح لكل واحد منا. الليلة سهرة جديدة ونجم جديد بينضم لرصيد هالبرنامج، إضافة بكل حلقة لحتى نتعرف على نجومنا ونشوف جانب يمكن مش دايما بصحلنا نتعرف عليه. الليلة نجمة هالحلقة هي نجمة رمضان بهيدي السنة بالدراما اللبنانية بامتياز. هي نجمة بكل الأعمال اللي قدمتهم على كافة السنوات، ولكن السنة مين منا ما ضحك وتفاعل مع بريجيت بلا آخر نفس؟ مين منا ما تأثر وبكي مع تامينة بأدهم بيك؟ مين منا مع سميرة ما كمان عاش حالات نفسية بوين كنت بالجزء الثاني؟ السنة من دون منازع من دون أي حدا يكون عم بينافسها هي الأولى وهي الوحيدة يلي بتستحق أنه نعمل معها أحلى سهرة من كل العمر. الليلة ضيفتي بالحلقة 28 سهرة 28 من سهرة عمر مع نجمة رمضان لهالعام الممثلة رندا كعدي. رمضان كريم واهلا وسهلا فيك. تفضلي. يعني احلى ماما واحلى مثلي واحلى شخصيات قدمتيهم على مر السنين والسنه تحديدا بين سميره وبريجيت وتامينه، في لمعان ما فينا الا ما نضوي عليه. مساء الخير عندك عادي. مساء النور وميرسي على المقدمة، ورمضان كريم بدي أتمناه لكل اللبنانيين، لكل الصائمين، لكل الشعب العربي، وبتمنى يا رب السلام السلام والسلام يا رب. هذا السلام يلي نبحث عنه دايما، يعني يكون حوالينا ويكون بداخلنا. السنة برمضان صرنا على آخر رمضان، يعني كل المسلسلات لحديت هلأ الليلة الحلقات 28 عم تنعرض على الهواء، والسوشيال ميديا، الصحافة، الناس على الطريق، الناس وين ما كان، لبنان، الدراما العربية كلها عم تضج برندا كعدة. مبروك النجاح أول شيء. شكرا. وهيدا واقع على كل حال عم نحكي، ما رح نقول ليه لأنه سؤال سخيف بيكون أمام أدائك. شكرا. ثلاث شخصيات عم ينعرضوا بثلاث مسلسلات عم بتنافسي حالك، ولكن هالمنافسه قد ايه فيها تفرد بكل شخصيه عم بتأديها؟ لانه واجبات الممثل، وبدي احكي اكاديميا، بدك ترسم هويه لهالشخصيه، والهويه بده يكون محدد فيها مين وقد ايه العمر وشو الاسم ومن اي ضايعه وشو صفته هالشخصية، شو صفتها بتدريج العائلة، وين أرضها، يعني كل هالمقومات لازم الممثل لما يعد الشخصية بده يفكر بكلها وبالأول ليقدر ينطلق. ولما ننطلق بدنا ننطلق بحب، بصدق. لما أنا صدق النص الناس بدها تصدقني طبيعي. وهيدا على كل حال شغلة على مر سنين منصدقها معك، لأنه ولا مرة غشيتينا بأداء، ولا مرة ما صدقنا شو الإحساس اللي عم يطلع من رندا كعدة. بين أدهم بيك ولآخر نفس، وين كنت بالجزء الثاني، بين تامينة وبين بريجيت وبين سميرة، هالتلات شخصيات يلي مختلفين كلياً ضروري. عن بعضهم، أنت مين عم بتتابعي أكتر شيء؟ بريجيت. بدي أضحك، بدي أنبسط مع الناس اللي عن جد هيك. شخصية بريجيت لإلي أنا كانت المنفس إني أرتاح،
ما تعبتني كثير بريجيت، سرقت شوي مني، شوي من اختي، شوي من جارتي، ركبت الشخصية جمعتيهم وحطيتي بريجيت. قد ايه كمان نص كارير رزق الله يلي بهالسنتين الاخيرتين يعني من بعد البداء، كمان مؤخرا مش السنة الماضية، رمضان الماضي اللي قبله والسنة كمان لآخر نفس، قد ايه كمان نص كارين رزق الله يلي بنوجه لها تحية وبنبارك لها كمان ألف مبروك لكل أكيب العمل لهالسنة. قد ايه كمان هو في طعم بيقدر يكون نواة لحتى الممثل كمان يقدر يفجر هالقد موهبة بالتمثيل. حقيقة النص سلس بتفكروا هين، بس هو في كتير مساجات يعني بدها توصل، سلس وحقيقة بيشبهنا وفيها ضامة، يعني بتكون يعني بدك تبكي لا بيطلع لك الهضامة بالنص. واللي ساعدنا أكتر إنه المخرج أسد فولتكار، المخرج الملك أنا مسميته أستاذ أسد فولتكار، هو مهضوم يعني هضامته وهضامة النص تبعو الكارين خلينا عسات نعيش بكتير هيك عفوية وعم نضحك، وعن جد عم نضحك من قلبنا، يعني كان الجو رائع. صحيح، وحتى هالتناقض اللي بنشوفه يعني مثلا ان كان معك مع الشخصيات اللي عم يلعبوا اولادك، يعني ان كان كارمن بصيبس، ريتا عاد كمان بوجه لهم تحيه، ان كان رودني حداد لما تسافر كارين بحكم المسلسل بشخصيتها ويبقى معك بالبيت وتكوني هو مهموم وانت عمي معقول عماله جايب هالغراض، يعني انه هاي شو هالهضامه. هيدي الشخصيه لحالها فيها من الكوميديا، بيلا منشوف شخصية تقيلة بمشاعرها، تقيلة هون بمعنى الثقل يلي منحمله بالمشاعر، يلي فيها حزن، يلي فيها هالقد وجع، يلي فيها هالقد منصدق الألم يلي منشوفه عند تمينة. خبريني تمينة يلي طارق سويد كتبها، قدي أنت انغرمتي بالشخصية على الورق قبل ما تقديها؟ فعلاً كتابات طارق في عمق، يعني بيروح لأبعاد الشخصية طارق، وأنا من يلي بيقروا كتير شو بيحط لنا هو بين مزدوجين سيناريو، يعني شو المطلوب من الشخصية، أنا بحضرها كتير قبل بوقت وبعيشها وبنقي شخصية تلبق، يعني تكون تماما كأن اللي مكتوب صارت حقيقة، يعني بتنفسها بصير لتمينة. يعني قد ايه ما كنت مصدقة تبلشي التصوير؟ فعلا لاني كنت محضرت لك كل شيء من البابوج للطربوش جاهزة، يعني كل احاسيسي صارت تمينة. انا بتعب كثير لحتى ابني الشخصية، بتوجعني بترافقني، يعني بتاكل معي بتنام معي، بس طلعها على الهواء، يعني بس بلش بالتصوير لارتاح منها، حتى اعطيها للناس خلص انه بعطيها للتصوير تأرجع رندا على البيت، يعني كان بدي يا ربي دخلك بقى نبلش، لأنه كل شيء جاهز عندي البومبا رح تطلع، وهيك صارت طلعت بالتصوير وصرت ارتاح بالبيت، يعني اطمنت على تميني راحت على مطرحها وانا رجعت على البيت. انت رجعتي على بيتك، وهالنص يلي كمان طارق نسجه بعرف قد ايه كان عنده غرام بكتابة هيدا النص، أدهم بيك وكمان قدي أنت في هال يعني التعامل مع طارق سويد، يعني لما اشتغلت وجع الروح كمان الشخصية يلي حطك فيها هالمرة الصلبة، المرة يلي بغير كاركتر يلي مش معودين عندك قاعدة نشوفها فيه. خبرينا عن هالعلاقة مع طارق سويد ككاتب تحديدا يلي بيكتب أدوار لرندك قاعدة. يعني هو الوحيد قدي صار لي بهالمسيرة عمر، يمكن كانوا يختاروني كاستنج، يعني انه بدنا ام منجيب راندا، ولا مره انا اعطيت ام مثل الثاني لانه ما في ام تشبه الثاني، يعني الام هو عنوان اما الشخصيات بتختلف، ولا مره لعبت شخصيه مثل الثاني بكل هالمسيره. صحيح. ولكن مع طارق في نقاش، في انه بيكتب لي بيتصور لي بيعطيني خلاصه عن العمل وبيقول لي انت معي ايه، فبصير يتحدى لي الغول اللي جواتي اذا بدي سميه تكون حقيقيه، لانه بيستفزني، والممثل اذا الدور ما استفزه ليطلع منه شيء بلاقيه يعني سطحي، فدائما طارق بفاجئني وبيستفزني،
ودائما ان شاء الله يا رب يكتروا اللي مثل طارق ويصيروا فعلا يكتبوا لشخصيات عارفين انها قادره توصل. بتمنى. الكاتب والممثل طارق سويد، مساء الخير. مساء النور. الف مبروك ادهم بيك اول شيء، ابصر النور، والف مبروك رندا كعدي تمينه بادهم بيك. حبيبي انت، انا اول شيء بدي اقول للست رندا، للاديره رندا كعدي، انا هيك بعيط لها انه بتصدق ما بعد بعرف شو بدي اقول، انه عم نحكي عن اديره كثير كبيره، ولما اسمعها عم تحكي عني هيك بحس حالي ضايع، بحس حالي مبسوط، بحس حالي لك بدي اقول لك شغله. ولا مره الكاتب بيكون راضي 100% عن شيء هو عامله، مش يعني بيتنفس صح او غلط، مش هيدي النقطه، النقطه هي انه ما بيكون بيشبه خياله. لان بخيالي او كل كاتب بخياله هلا بيعرف انه هو بيلبس حتى الشخصيات تياب، مش بس بيشتغل عليهم، بيشوفهم وين ماشيين، مرات بيشوف اللوكيشن موقع التصوير ما بيشبه اللي بخياله بيزعل. رندا كعدي ولا مره خلتني انصدم غير بطريقه ايجابيه، يعني بقول والله ليك احلى من اللي انا كتبته، وهيدي شغله كثير قليله لحتى تشوفها ولحتى تلاقيها. عندنا ممثلين بيشتغلوا كثير حلو، بيوصلوا الشيء اللي بدك تقوله بطريقه صح. صحيح. بس عندنا ناس مثل رندا كعدي بالذات، هي كأن قاعده بخيال، يعني انا بصير اقول هي هالقد قريبه مني، هي هالقد بحبك حبيبتي، هي هالقد عارفه انا كيف بدي تكون حركتها، كيف شفت حركتها بهالمشهد، كيف يعني رندا كعدي بتصور، مش بتصور، براي الناس كلها اليوم هي نجمه رمضان. صحيح، هي النجمه الاولى برمضان. صحيح. وهي يعني اللي ما بعرف، ما عن جد ما طارق طارق يعني طارق، لما الواحد يكون عم يكتب لممثله بحجم رندا كعدي بادائها بمشاعرها يلي قادره هالقد تظهرن، قد ايه التحدي بيزيد بين الكاتب والممثل؟ يعني قد ايه انت بتصير قادر تعلي السقف، وقد ايه التحدي كمان لرندا انها تبلور هالشخصيه يلي انت عم تشتغلها وتفاجئك فيها، يعني الى ابعد حدود بانها تترجم شو مرق بافكارك وشو انت حاطط على الورق؟ ليك 100% بتصير بدك تعلي السقف كثير، بس هو المطرح الوحيد يلي ما بتكون قلقان فيه ابدا. انا لما اكتب لرندا كعدي بقول رندا قالت لي اوكي، عم بقول لك اياها بكل صراحه، بحط قدامي كل شيء صعب على بالي اقوله وما رح فيي اقوله، واوقات بكون يمكن مش لازم اقوله بهالمسلسل لهالدرجه، بقول معي رندا كعدي اوكي يلا بستفيد، كل شيء صعب، كل شيء مش بدي يوصل، كل شيء على بالي بين فيه حتى انا قدراتي كمان، لان الكاتب كمان بحبه يبين هو شو شاغل. طبعا كل شيء بدي بين فيه، اذا بدك قول انه شوفوا انا هون، بقول معي رندا كعدي وكلهم سلمها اياهم لها صراحه، يعني بدي اقول شغله بكل صراحه. تفضل. وكل كاتب عنده شخصيه بيتخيلها بخياله لحتى يكتب لها، اجمالا الكتاب والنساء والرجال بيعرفوا اجمالا بتكون يمكن بعمر معين اللي هو عمر العشرينات الثلاثينات، بيكتب لها قصه حب او بيكتب لها شو ما كان. انا في عندي بخيالي رندا كعدي، يعني هي الليدي اللي انا بمخي لما بدي افكر اكتب صراحه، يعني تعرف شو بحلم 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 بطمح انه يكون في شركة انتاج توثق فيي تعطيني اوكي على العمياني قبل ما اقول لها شو في، بس الا انه انا في معي بايدي شيء لرندا كعدي بطولة مطلقة، وانه رح خلي الناس تعيش معها حب، ورح خلي الناس تعيش معها كل اللي بتشوفوه هلا وبيعيشوه يعني جيل الشباب والكل، بس بهالمرة يلي هي قادرة تبدع وتعطي، هذا بيكون حلم صراحة أنا إذا بيصير. يعني جاوبت على سؤالي طارق، جاوبت على سؤالي قبل ما أسأله، ليه نحن بلبنان ما عندنا بطولة مطلقة لكبارنا يلي بيستحقوا هالموضوع؟ جاوبتني على سؤالي وشفيت لي جزء منه. بس بدي خبرك شغلة، ميريل ستريب برا بتحمل فيلم سينما على 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 كتافها وبتحقق نسبة جماهيرية منا طبيعية بتمثيلها ومن وراء أدائها ومن وراء جمهورها، وبتصور هلا السنة مفروض المنتجين يكونوا وعيوا مثل ما الناس شافوا انه رندا كعدي هيك يعني قادره تحمل مسلسل على كتافها. اكيد انا ككاتب
يعني لازم ننتبه انه دور راندا بادهم باك، مع انه هالدور اللي مساحته كبيره بس هو مكتوب لراندا صراحه. وانا وعم بنهي الدور اوعى تصدق اني كنت مبسوط انه عم بيخلص الدور، يعني كنت عم بقول هلا بطل في راندا، مع انه برجع بقول في كثير ممثلين لاعبين روعه، يوسف الخال، مشعل حوراني، يعني بيعقدوا بيتر سمعان كثير كثار كثير اكيد، ولكن دائما في رقم واحد راندا كعدة بهذا الرمضان. عندي انا مش بادهم باك، انا عندي نقطه ضعف على هالممثله، يعني كلنا 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 من القلب. طارق شكرا، شكرا لمداخلتك، الف مبروك ادهم بيك، والف مبروك كل عمل ومخطط انت بتحضر له، لانه هالقد في احساس عالي وهالقد في احساس بيوصل لكل الناس. شكرا لك لهالمداخله، وان شاء الله الى اللقاء القريب ان الله راد معك. حبيبي حبيبي شادي، حبيبي شادي، شكرا طارق سويد، ورمضان كريم، اهلا وسهلا فيك، شرفتنا. فيني اقول له شيء لطارق؟ فيك تقولي له كل شيء. حقيقه يعني الوحيد اللي بيكتب لي تفاصيل ما بتخيل انه رح فيي اوصلها، بس قد ما بعشق شو كاتب وبتحدى ما بعرف شو بيصير لي، ما انا ما بعرف قد ايه عم بعطي حقيقه. يعني قد ايه التاثر بدا واضح على وجهك اول مره يمكن بينحكى بهيك موضوع، ويمكن عم نطفش لحتى يترجم. ليه نحن بلبنان ما عندنا بطوله اولى يكون فيها رجل وسيدة مش بالعشرين يكونوا من نجومنا يلي منفتخر فيهم، مثل رندا كعدة، مثل نقولها دانيال، خليني أقولها مثل كتار الأسماء يلي اليوم على الساحة بيستحقوا هالتكريم هيدا وعندهم هالقدرة. إن شاء الله يا رب هالخطوة اللي حكي عنها طارق تكون بتترجم حقيقة. رح أقول لك شغلة، أنا بحترم كل شركات الإنتاج وكل المحطات يلي فعلا عم بيزقفوا بايد وحده، يعني المنتج عم بيحط مصرياته ريسك تينتج عمل درامي، التلفزيونات كمان ما في دعم، ما في دعم ولا من الدوله، ويمكن حتى التلفزيونات يمكن بدها من دعايات وكلنا وضعنا الاقتصادي صعب. انا بقول شكرا لكل المنتجين يلي فعلا لو ماهن ولو ما مخاطرتهم ما عم تضل دراما، يعني دراما اللبنانيه كانت اختفت لفتره. لو يعني ما هالاشخاص امنوا فعلا امنوا. وبدي نوه بشغله لو بتسمح لي. تفضلي. بادهم بيك تحديدا استاذ مروان حدان، مروى جروب يعني طبعا، لما شاف النص واتفقوا هو وطارق قال له انا شايف انه تميني رندا كعده، ووقتها سلموني الدور انا كنت عارفه من طروقه عفوا من طارق قبل، حكي انا وابني حبيبي وحكيين عن الشخصيه لما بركلي مسيو مروان قال لي يلا بدك تنجمي فيه، يعني كان عنده ثقه كان انه رح تعملي نجمه من ورا. ونجمتي انت، منك ناطره كمان هالفتره لتنجمي اكثر، ولكن هلا اوقات في بيكون توقيت للشخص، بيكون في هيك كل الكون بيجتمع لحتى حان موسم القطاف. حان موسم القطاف، بما انه عم نحكي عن تميني ما فينا نمرق عليها مرور الكرام، رح نشوف مشهد صغير من ادهم بيك، واكيد تحيه هون للمخرج زهير النوع، تحيه لكل نجوم العمل يوسف الخال وكل المشاركين فيه، تحيه لطارق سويد اللي كان معنا بمداخله، رح نشوف تميني بهالمقطع ونرجع نتابع حوارنا. اوكي. ليش امي؟ قلت لك شيء على الطريق؟ لا ابدا. حلفي فيي، شو قلت لك على الطريق؟ ماشي. لو كانت الست مثل ما انت خايفه قاسي عليا ما كانش رح تخليها تجي لعندي اليوم، ما امبارح بعد مبلشي عندها بالشغل. كتلة مشاعر، وهيدي الاقل دوز بالمشاهد يلي كان فينا نحطهم، وبالمشاهد يلي ابدعتي فيهم، هيدي هون الدوز القليلة فيهم، بين هون وبين بريجيت يلي عم تضحك، ورح ارجع احكي كمان عن سميرة بوين كنت، واحكي عن التعامل مع سمير حبشي، واحكي عن نص كلوديا مارشاليون كمان. أدي بريجيت لما الواحد يلعب كوميدي التوقيت بانه الواحد يعمل اقل همسة انه يحكي الجملة هلا او يعمل رياكشن بعينيه هو مفتاح. بالضبط حبيبي، بالكوميديا الشغلة الصعبة هي مكتوب دراماتيك بالأساس، يعني
ونص كارين يعني فيها المفارقة يلي حساس هالقد، كتير حساس. بس لما بترسم الكاركتر وبتشوف انه بتحمل هاللايت كوميدي لعبت عليها لحتى اخترع هالشخصية فعلا تكون ما تشبه حدا، لانه انا ما بقبل اني اشبه حالي كل يوم. أكيد. بالشخصيات يعني ساعتها بعلن افلاسي وبقعد بالبيت ما بقعد بشتغل. والثنائية مع جابرييل فالثنائية مع جابي استاذ جابرييل يمين حبيب قلبي، هو شيخ الكوميديا، ومثل ما قلت لك استاذ اسد ونص كارين ساعدونا انه نعطي شوية ارتجال بالمشاعر بالمواقف. كنا نضحك يعني نضحك يا الله ما فينا نكفي المشهد، يعني نكون عم نصوره يقلنا استاذ اسد انه بسيطه خلص اخذته، وكيف اخذته يعني يريحنا ويرجع ياخذه عن جد. وهي حقيقيا انعكست على الكاميرا، يعني انا يمكن شهدت مجروحه بنص كارين وبكارين وبالعمل كله، يعني بهيدا الاطار بعرف عن شو عم تحكي. يا ريت الايام جايه، النصوص جايه والايام جايه، رح نشوف. ما فينا الا ما نشوف بريجيت، بدنا نضحك قبل ما نفوت على اول فاصل اعلاني، لانه على فكره قبل ما نحضر بريجيت قد ايه نوع من الشخصيات رندا لما الواحد يقديها، لما يكون في كمان لعبه كوميديا مع ممثلين تانيين هي هالقد فيها سهوله فيها صعوبه، مثل ما قلنا قديش قد ايه الواحد بيعطى الهم اكثر من الدراما، لانه سهل تبكي بس مش سهل الضحكه. فعلا، وبالنسبه لإلي اول مره على التلفزيون بشتغل هاللايت كوميدي. صحيح، انا مشتغله مسرح ايه يعني بيحمل. بس على التلفزيون مش معودين عليك، بس على التلفزيون بيعرفوني ام جديه ام مهستره ام مثل ما بده طارق يعني واستاذ مروان نجار وكل الكتاب اللي تعاونت معهم بالاجمال بحملوا. فاجت كارين رزق الله قالت لك هيدي كارين بريجيت. قالت لي تفضلي اتحكي. الحمد لله وضحكتينا معك، رح نشوف المشهد ونرجع نتابع. نحن كمان ما قلنا زلم، ليه بدنا نكون ارقام امي؟ ليه بدو يعيشوا ولادك أرقام بهالبلد؟ ليه ما بدو يعيشوا لهم وجود بوطنهم؟ حيكون لهم وجود بقلبنا. يا أنت هبلة أو بدك تجننيني. وهيدي من المشاهد يلي فيها جدية. بعض بريجيت يلي منشوف فيها جدية، يلي منشوف فيها الأم يلي قديه عندها من الفكاهة، قديه كمان فيها حفاظ على عائلتها على أولادها على هالأفكار يلي كمان مش معودين عليها بالدراما. رح نتابع، رح نحكي عن نص كلوديا مارشاليون، رح نحكي عن كمان التعليم يلي هو جزء من حياتك، وبعد فقرات طويلة كمان رح ننقل من سات للتاني. كتير مبسوطين بوجودك معنا. شكراً، شرفتينا. أنا اللي مبسوطة. ومثل كل ليلة المشاهدين عندهم حصة كمان، في سؤال عن ضيفنا منتشاركه مع المشاهدين، بيحذروا الجواب وبيربحوا ليرة ذهب بختام الحلقة. حلو، هيدي يعني حصة تحضير للعيد، وحتى يكون المشاهد كمان عم بيشارك معنا. السؤال يلي بيتعلق بضيفتنا ليلة نجمتنا سيدة رندا كعدي، ما هو اسم الشخصية أو ما هي الشخصية اللي جسدتها رندا كعدي بمسلسل البدا، والدة تينا، والدة سامي، أو والدة فؤاد؟ أكيد بتعرفوا الجواب، سهلنا لكم إياه لحتى تقدروا تابعونا SMS سين عين أو SO في فصل بيناتهم على 10-13. قد ما بعتوا قد ما الاسمسات وصلت ورجي اتصل فيكم. وبختام الحلقة ليرة ذهب لكم متابعين معك ست رندا. مشاهدينا خليكم معنا سهرة عمر بالحلقة 28 مع نجمتنا رندا كعدي. شكرا. مشاهدينا متابعين سهرة عمر، نحن وياكم سهرة عن جد من العمر مع ضيفتنا الفنانة الممثلة القديرة رندا كعدي. أهلا وسهلا من جديد. اسمحي لي بس ذكر المشاهدين، مشاهدينا سين عين أو SO في فاصل بيناتهم للأسماسات لحتى يقدر يوصل الأسماس بطريقة صحيحة. حكينا قبل الفاصل عن نصوص كارين رزق الله وطارق سويد، كلوديا مارشاليون وين كنت بالجزء الثاني اللي عم بكسر الأرض كمان بعرضه إخراج سمير حبشي. أنا قصتي طويلة، أنا أستاذ سمير حبشي يلي كنا له كل حب وكل احترام لإله لرؤيته لكاميرته، يعني بكون مرتاحة. ومع كلوديا مش أول عمل وين كنتي،
أنا سبق واشتغلت كمان من كتابة العظيمة كلوديا مارشاليان قيس وليلى، كمان إنتاج مربع جروب، وكنت أنا بوقت أم قيس، وكان مسلسل من أروع مكان يعني كتير حلو، كمان كان مسلسل رمضاني. وبوين كنتي هالدور اللي بده عن جد تعب، بدي عيش العذاب للنساء المعنفات كيف بيعيشوه، فحسيته حقيقي. كنت أكل الكف حقيقي حتى عن جد يعني تينوجعوا اللي عم بيشاهدوا من النساء تيقولوا لا لازم نحكي كفا. يعني عن جد تحملت الوجع بس حتى أقول الآخ عن يلي مكتومي الآخ. قديه هالرسالة كمان يلي فيها بعد إنساني، الواحد بيصير كمان يأدي بطريقة أعمق حتى يقدر يوصل، غير ما يكون عم يلعب دور بس عم بمرك شخصية أو عم بمرك يعني مشهدية معينة. هون في بعد آخر للأداء وللممثل وللدراما بحد ذاتها كمان. هيدي واجباتنا، يعني ما فينا نقرأ النص هيك مسطح، بدنا نفوت لأعماق الشخصية وكمان للتفاصيل. أكيد. ومع كلوديا كمان يعني صابت هالتعنيف بشكل هيك سلس محترم حلو، ما في مش مزعج، ايه منه مزعج بس بيوجع، بس بيوجع، بيوجع كتير لأنه في حقيقية وفي حقيقية بالأداء، فاكتملت الصورة. ضروري ضروري يكون هيك. ايه أكيد. وكمان إنتاج مروة جروب، صحيح. يعني برجع بكرر إنه نشكر الله عنا شركات إنتاج عم بتآمن بالعمل اللبناني. أكيد تحية لكل المنتجين. هلأ ذكرت المنتج مروان حداد، أكيد للكل، من تحية عن جد للكل لأنه إيمانهم بالدراما اللبنانية هالقد كبير. كيف كان التحضير لما اشتغلت العائدة بجزئين مع كارولين ميلون، وهو كتابة شكري كبيرنا كبير حبيبي. الدراما والعظيم شكري أنيس فخوري. كان عندي حلم أني أعيش وحس كلماته والمواقف اللي بيرسمها، كان حلمي. وتحضيرك للدور رحت على السجن؟ نعم. لشو؟ لحتى أشوف السجينات كيف بيعيشوا، لأنه دور الست قمر كانت هي سجينة لمدة طويلة بالحبس، وقد ما تكون مخيلتي وما بعرف شو في جوات القضبان، حسيت ما رح أعطي الدور حقه. علما أنه بالجزء الأول أنا كنت ضيفة لسبع حلقات، ولما ضوت الست قمر كان بالجزء الثاني تقريباً ما فينا من ردة، تقريباً مشاركة يعني للدور الرئيسي، صحيح. مع الست كارمن اللي بحبها كتير، كارمن لبس، والشغل معها متعة لأنه عم تلعب بيمبون، صح؟ صحيح. وعم تعمل شغل روعة كمان بكراميل من هنية، أكيد أكيد، روعة روعة رائعة. يعني لما يكون الممثل بيشتغل هالقد على نصه، بيشتغل هالقد على أبعاد الشخصية، بيرسمها مثل ما رسمها الكاتب وبيضيف منها روحه ونفسه ونبضه، طيب شي طبيعي بدها توصل للناس هالقد حقيقية. رندا، الممثل لما يشتغل دراما، لما يشتغل تلفزيون، ولكن أنت بنت مسرح، أنت بنت المكان الأصعب يلي بيقدر يعمل إبداع هناك، بتصير سهلة قصة التلفزيون قدامه. قفص هالمسرحية يلي هيك عطيتك جوانح وطلعتك لمكان آخر، قديه هيدي التجربة يلي مريتي فيها كانت فريدة وما بتشبه أي شيء تاني، خاصة على خشبة المسرح. كتابة الست جمانة حداد، جمانة حداد طبعا، يلي هي رائدة في الثورة، رائدة من رائدات المطالبة بحقوق المرأة وبحقوق الإنسان. والست لينا أبيض، شو بدي أحكي؟ يعني إخراجاً ما كان فينا نشوف أحلى من هيك توليفة. لينا بتشتغل، بتضل تعطيك المجال، بتضلك تطلع من ذاتك فوق النص وحد النص وبعد النص. قد استفزتك الشخصية؟ قد كان فيها حرية وبنفس الوقت كان فيها نفس جرأة. وجرأة كان فيها جرأة. أنا تحديت رندا كعدة، الماما المنيحة بالإجمال بالدراما اللبنانية، نعم، على التلفزيونات كلها. أما على المسرح
في هيدي الصرخه اللي يا بتقولها حقيقه يا ما تطلع على المسرح. كانت المساحه رائعه اني عن جد افرش جناحي العب دور المراه اللي إلها بين مزدوجين نعت من النعوت الاجتماعيه من التقاليد انه الغير متزوجه اسمها عانس. قد ايه كلمه عانس تستفز هذه الانسانه قد ما تكون ناجحه ومحققه من ذاتها وعاطيه بتحطها باطار بتحطها بقفص بتسجنها فيه بتحطها بقفص انه ما اكتملت عانس. هيدا العنوان خلاني اعمل اللي خلتني لينا ابيض اللي ابدعت فيها على المسرح يعني فعلا. بنص جمانة حداد واخراج لينا ابيض وادائك انت كان المشهد مكتمل واكثر من مكتمل. اليوم لما نحكي دراما لما نحكي ممثل ممثله لبنانيه لما نحكي نقابات لما نحكي تنظيم عمل اليوم برايك انت اليوم انت لا تقولين اهميه عن سيده منى واصف بسوريا لا تقولين اهميه عن اي ممثل مخضرم ببلاد تاني اليوم قد ايه الممثل اللبناني قد ايه اليوم رندا قاعده اخذه حقها وهون عم بحكي نقابات هون عم بحكي تعامل مع منتجين هون عم بحكي كمان تعامل من كافة النواحي لنحكي الأشياء مثل ما هي وبصراحة بصراحة يعني بعد مجهود وعطاء من كل قلبي لكل دور خليني أقول لك أخذ شقفي من عمري ولا دور عطيته ببساطة أو بيلا أبداً اللي أنا يعني هالعمر كله بعطي من عمري قد ايه باقي لي من عمري لحتى على القليله اعيش بكرامه اذا كبدل اجر انا ما بسال عن الاجر انا بس انغرم بالشخصيه وصاروا الكل بيعرفوا بيتصيدوني بغرامي انا للشخصيه وما بسال مرات بيكون الانتاج بس قد ايه في اجحاف بحق هالمشاعر يلي كمان الواحد ما بده يعطيها في مقابل لها هذا عمل بتعرف انا نجاحي عند الناس والناس بس تشوفني بيقولوا لي انه الست قمر او الست وعد بوجع الروح صحيح بوجع الروح او ايات بكفى ما بخبرك شو بنبسط وعلى ايام احلى بيوت كان يقول لي مش ست نجوى مش حضرتك احلى بيوت طيب انه شو بعد بدي احلى كانت تكفيني هالشغله كانت تكفيني كثير وتعطيني عن جد سعاده ما فيني اوصفها اليوم بعد هذا العمر كله بعدها بتكفيكي؟ لا اكيد لا حطيت فنيت عمري يعني كل تعبي ووجعي حطيته بشغلي لحتى اوصل لهون لحتى واخيرا حان موسم القطاف ما بعرف كيف رح تكون بعدين يعني التعاطي بدنا قطاف وحصاد غزير لانه بتستاهلي وبتستحقي ومثل ما قال طارق هيدي صرخه بدنا رندا كعده ببطوله مطلقه اوليه بتستحق وبتستاهل وناطرين لنشوف شو ممكن يصير بهيدي الخلطه يلي رح نشوفها هيدا الضو غمز لنا هيدا اول مره بيغمز لنا لحتى ننتقل من والعاني اخبار حكينا كثير لحتى نروح انا وياك على الزمانات والعاني بالزمانات تفضلي معي حبيبي مرتاحة بالقعدة كله تمام تمام ناسي عايشي معك خي 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 ونحن ناسيين كل شيء وبس عنوان واحد حبيبي رندا كعدة تسقط الألقاب قدام اسمك يعني اسمحي لي اقول لك رندا لا يا ريت تقول لي رندا اسمحي لي لأنه هالقد بحبك يقبرني كاسمك هالقد بحبك بالزمانات الوقت يلي بيمرق بسرعة الوقت يلي بيمر لما نرجع على قرية عين الرمانة هونيك ولدتي هونيك البداية كانت رندا صغيرة شو حاملة بذاكرتك من رندا صغيرة رندا شقية. البنت الشقية يلي كانت كيف شو رندا غنوشة البيت لأني أنا الصغيرة بين إخواتي
وامي وبي يعني دائما كانت امي الله يرحمها تقول حبوا الصغير تيكبر وحبوا الساخن ليشفى وحبوا الغايب ليرجع. فانا كنت داخلي حطوني داخلي من عمر 6 سنين. انا خلقت بعين رمانه وكبرت فيها شوي للست سنين وحطوني داخلي. فبس اجي من الداخلي تقول امي يعني تتبرر لاخواتي انه حبوا الغايب تيرجع، ما رجعت هلا خطي تقبرني كله له. ايه انه كله هالفتره قاعده معنا. فكان لي الغنج الكبير من اخواتي، حتى اختي كنت غلبت الا ماما، عيت لاختي ماما لانه كمان هي كانت حريصه انه بدها تغنجني وبدها تاخذني مشاوير. انت الوحيده اللي كنت بالداخلي؟ ايه مبدئيا كان خيي الكبير وبعدين صار حد البيت. الواحد بكون نقص معين بالعائلة أو بحس بهيك أنه مغبون عاطفياً لما يكون بهيدا السيستام الداخلي وبهالنظام؟ بتعرف كان درجة من زمان أنه اللي بده يحب ولده كتير يحطه داخلي بيطلع معلم. أنا كنت كسلانة، ما حدا عم يسمع إيه؟ أبداً. أنا كنت كتير كسلانة، ملتهية باللعب، بيت بيوت دايماً. وكانوا حاطيني قبل خارجي بمدرسة حد البيت بعين رمانة، سرقت الماريونات. كانت المدرسة والله نظام مونتوسوري ويعملوا لنا ماريونات ويعملوا لنا أشغال وأغاني ونوم وكل شيء. فقمت أنا قد ما حبيت الماريونات سرقتها، شحطوني من المدرسة. أهلي شو بدهم يعملوا؟ قالوا لك بالداخل بتتعلم وبتركز وبتصير أحسن، يمكن على الغناز. ضليتني كسلانة. ضليتني كسلانة. بس حتى يرغبني كمان مرحوم بيي كان يقول لي إذا خليل. إيه نعم. إذا بتنجحي رح أخذك على مسرح، يعني بحضرك مسرحية. كان يحضرني شوشو، بس أعرف إنه هلا صار في وقت إني أروح على البيت شد شوي بالعلامات يعني هيك. كان يشجعك صوب المسرح والفن. إيه؟ الوالد برغبة منك، وهو كان يكتب كمان مسرح، كان يكتب للتلفزيون باسم مستعار لأنه ما كان يحق له أنه يكتب وهو ملتحق بالدولة كمان بالسيستام يلي موجود بهذا الإطار. كان موظف، كان يكتب باسم مستعار. نعم. قديه كمان الواحد لما يكون بهذا الجو بيصير عنده حشرية وبيصير إيه يسرق الوقت لحتى مش بس الماريونات، يسرق الوقت لحتى يروح على هالمكان يلي فيه قدسية يلي هو المسرح يلي هو عالم الخيال والحلم الدراما. حتى تلفزيون لبنان أول ما بلش بي الله يرحمه كانوا يصوروا مباشر، يعني الكاميرا دغري تنقل على الهواء. فكان في البرامج تبقى تاريخية مثل جحا العطار فيحطوا هاللفة ويغير هالناس وأبو المراجل وكتار يلي كاتبهم بأسامي مستعارة كاتبهم وكاتب منهم أجزاء. كان كتير في صداقة هو والله يرحمه الياس رزق، وعلى المسرح كان كمان صداقة كتير كبيرة مع الله يطول بعمره أستاذ عصام الشناوي. نعم. والله يرحمه إلي سنايفر، وكانوا كتار، والله يطول عمر النقيب ميشيل ثابت. يعني كانوا عاملين هيك مثل كليك أو مجموعة من الناس عاشقي المسرح ويشتغلوا مسرح جوال، عدا عن أنه اشتغل مع ست نضال أشقر بالمسرح الملتزم أستاذ روجي عساف. صحيح. أنا يعني وقت الفرصة ما صدق أجي أنه البابا عنده مسرح. يس ما كان في يس بيديك الأيام، أنه كان في فرحة نعبر عنها بطريقة بسيطة بطريقة. ما كان فيها التكلف كله. إيه وروح على الكواليس أحضر انسحر. في شيء بالمسرح، بريحة المسرح، بخور، ما بعرف شو حس. هيدا لما انغرمتي بالفن وبالمسرح، رح شوف لما انغرمتي بميشيل حاوي، نرجع منحكي بهذا الموضوع بعد البريك. بعد الفاصل، رح نفوت على بريك ونرجع بالزمانات لمرحلة القلب يلي بدق، لأنه بنعرف رندا الماما بس ما بنعرف رندا اللي بتحب واللي شيطاني بالحب كمان. رح نفوت على فاصل مشاهدينا، ضلكم بعتوا اس ام اسين عين واس او فاصل بيناتهم على 10-13، كل ما بعتوا اس ام اسات أكثر كل ما اسمكم بين عند رجيب بيتصلوا فيكم، وأكيد بختام الحلقة ليرة ذهب من نصيب شخص إنه يربحها. معنا جبتنا بهالحلقة رندا كعدة منتابع، ولكن بعد البريك. من
منتابع سهرة عمر، سهرة من العمر، وبعدنا بالزمانات مع الكبيرة يلي كتير منحبها الممثلة رندا كعدة. شرفتينا بسهرتنا لليلة. لما القلب يدق، لما نرجع هيك بالزمانات لورا، حاوي ميشيل حاوي، لنكون واضحين أكثر، كيف تعرفتي على حاوي؟ أنا معلمة مدرسة بالدولة وهو مهندس، فطلعت لهم المدرسة اللي أنا بعلم فيها بده يرممها ورممني إنه فات كنت أنا عم بعمل لهم ماسك، وكان أيام عيد البربارة. هذا أول لقاء؟ أول لقاء. شو صار؟ ومبلش أنا مياو مياو مدري شو، وفيتين هني بدهم يقيسوا ياخذوا قياسات. ياخذوا قياسات؟ ايه، يعني ركبنا سكاتش. قال لي مين المعلمة هون؟ قلت له لا، انه كتير مبينة عم بلعب مع الولاد اصغر منهم. وهكذا صار، انغرمنا من اول بسينة، من اول وز بربارة. منيحة هي، غرام من اول بسينة. من اول وز بربارة. من اول وز، وقعت كل الاقنعة، وبقي وجه واحد لعائلة ربيتوها، رح نحكي فيها بعد شوي. قدي المرحلة يلي كمان كنت تابعت فيها دراستك بالجامعة، كنت متزوجة. نعم. خبريني عن هاي المرحلة، الواحد لما وبوقت يكون مش مثل هلأ، يعني اليوم فينا نلاقي طبيعي نلاقي متزوجة راح على الجامعة، ولكن بوقتك أنت كان صعب مع الأولاد ومع الحبل قبل ومع كل ما بتمر فيه العلاقة بإطار الزواج كمان، كيف كنت عم بتنسقي؟ ما ليش حبيته لحاوي؟ لأنه هو منفتح كتير بعقلانية، بفكر بالأمور، وهو اللي شجعني أنه إيه بتفوتي على معهد الفنون بتدرسي ومنتعاون قد ما فينا. وهيك صار بآخر سنة جبت لهم باترا على الجامعة، كنت مستقيمة فيها، وسألني وقتها الله يرحمه أستاذ ريمون جبارة. كان هو ينطرها لباترا أستاذ ريمون الله يرحمه؟ قال لي شو معك؟ قلت له ما بعرف. قال لي إذا بنت باترا وإذا صبي ريبال. جيت ولدت باترا بتشرين الثاني، رجعت على الجامعة ومعي باترا، يلي ما زالها باترا بتحطيها هون وانا بهدية. طالما الاسم عزوقي. ما كان في جاردوري ومثل هلا، يعني كل الامور تغيرت. قد الواحد لما يكون هالقد بعلاقه متصالحه بحب هالقد في من الشفافيه ومن من الوضوح، بيقدر يحقق وبيقدر طبعاً ينجز وبيقدر يلاقي حاله كثير. يعني تقول لك لما يكون الشريك هالقد شريك حقيقي حتى بمسيرتي، يعني حاوي أول واحد أنا بستشيره إذا هالدور قولك حلو هو بيسمع لي. أنا ما بقبل أطلع على السات إذا مني حافظته بكل ألوانه للحوار. أو بينتقدك بقلك يا ريت هون ما شاركتي، يا ريت هون قليل. لأنه أنا وياه ما إذا ما عجبتنا الشخصية من الأساس، يعني إيه ما بخدها، ما مني مضطرة. فمنقي بيسمع لي، بيساعدني، واول مين بيحضر وبيشجعني. يعني دائما بيقول لي انه اف بتعرفي قد ايه عملتي، بس طالع معك احلى لما طلعتي على السات. وبالمسرح يعني ما بخبرك حاوي، تتعرف ليه الغرام بعده مستمر. انا وقت الله طعمني باترا وكنت مستقيمه فيها، كنا عم نشتغل مسرحية أخيا بلدنا لشوشو مع ابن شوشو. وكمان كان الإنتاج لمروة جروب. خد لك الصدف. وبقيت تنعرض لفترة طويلة، 8 أشهر وبترا ببطني، ولا نهار شهر ورا شهر ولا نهار حاوي مثلا عمل هالبيل إنه لا ارتاحي أبدا. طالما أنت قادرة، يعني بأول فترة تعذبت شوي، كان يبعتني بالطيارة، كان في طيارة من بيروت لطرابلس، يعني لحالات. لحالات صحيح. ونرجع نروح لأنه كانت مسرحية بلشناها بطرابلس. يعني كلهم أمه الله يرحمها وأمي إنه شو أخوت أنت وياه إذا هي هالقد مهووسة بشغلة أنت. بدي أحكي عن رندا كعدة، الأم بالبيت، الأم يلي على التلفزيون منشوفها منعرفها منحس أمومتها، بس بدي أحكي بس عن تفصيل واحد يلي هو الشعور يلي أول مرة
صرت في عم نحكي كثير عن بيترا معلي تقبرني الله خلي لك اياهم اثنيناتهم رح نحكي بالتفصيل عن عائلتي كمان بعد شوي ولكن اول مره هيك كانت بيترا بين ايديك شو الاختلاجات يعني هيك الواحد الام بتحس فيهم لما بتنوصف لا لما بتنوصف شو ما حكينا لا هيدا شعور بيصيب بس الام وبلحظه ما بعد الولاده يعني بس تحط البيبي بقلبها في غير دقه قلب وما بيعود في حكي لا ما في وصف ابدا اسال امك هالسؤال ما في وصف ما في وصف هذا الضوء غمزلنا يلا ننتقل من الزمانات اللي كنت حبيبتي لسات حبيته كثير وكثير حلو ديكور وكمان خي رح ننتقل لفقرة ثالثة اسمها والعاني أسرار على الأسرار يلا تفضلي معي عازبك تفضلي معي جيب من لون عبيك تمام اذا بدك ماي نجيب ماي على السطح لا 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 على الهواء لا اكيد اكيد ماشي الفقره الثالثه الاسرار يلي اوقات بنبحث عنهم بالاشخاص يلي بنحبهم بنحاول هيك نشوف اشياء ما بنعرفها اشياء خفية انت هالقد متصالحه وعندك يعني شفافيه بالتعاطي او في اشياء بتتركيهم لألك ما في حدا بيعرفهم بس هودي لرندا لقلك كل إنسان عنده شيء بخصه لقله يمكن بينه وبين حاله واحد ما بيقولون بيخليهم يا بيكونوا درس يا بيكونوا سر هيدا سر بس في سر واحد عنوانه الملوخية تبع نهار الأحد هيدا سر لا يخفى على أحد ايه ملوخية احلى بيوت ومروان استاذ مروان نجار اخذها للملوخية باحلى بيوت راس بيروت بس عسات بالتصوير مين بده يعمل لك ملوخية بدنا نشيل الحلقة كانوا يحطوا سيجارتي انا لانه يحطوها شغالة دايما يحطوها بالطنجرة وافتح الغطا وتطلع الدخنة هاي الملوخية احسن شيء هيدي من اسرار هي من الاسرار هيدي من اسرار المهنه قد ايه لما نحكي عن العائله لما نحكي كمان عن تسريبتك على زحله يلي هيدي مش كتار بيعرفوها انه رندا بتنزل بتصور لو كان التصوير باخر الدنيا بدنا نرجع على زحله وهالبعد كمان لما الواحد يكون بعيد عن أولاده عن المتابعة اليومية بحكم العمل بحكم أنه أنت كمان موظفة عندك عملك ثابت بالتعليم إلى جانب كمان أنت نجمة بعالم الدراما أدي هالتوفيق بيناتهم صعب وأدي كمان الأولاد بدنا دايما نقنعهم أنه منعمل مشاوي منعمل تبولة جيبوا أصحابكم وطلعوا شو بعد في حاجة شو بتعملي لهم ياهن لا أنه هو هني ومرة بيترا دايما عم نقول بيترا تقبرني تمارا لأنه هنية بيترا دايما المشاغب بياخد الحصة الأكبر إيه بيترا عزمت كل الصف على الملوخية عند الماما نهار الأحد الله يخلي لها الماما وتضل تعمل لها ملوخية وتعزم الكل عليها شو قصة الكبة؟ شو هالأسرار ما حتى لو محروقة شو قصتها؟ طيبة أنا بحب حتى الكبة حتى لو محروقة لو محروقة لو ملزقة لو مش نافخة لأنا مش كتير شاطرة فبحب اسم الكبة بس بيجي تعملها وكيف بتدوسي إيديك وبتقولي أطيب كبة؟ برونية الصبية هلا انا شخصيا بدي ادوق ما بعرف هي تكرم عينيك محروقه مش محروقه بدنا نشوف بدنا نعمل قعده المهم في كبه المهم في كبه طيب كيف عرفت هذه الاسرار بحياتك؟ هيدي اسرار كلنا لك بسهره عمر في كثير اشياء بنعرفها ما فينا نفصح عن مصادرها اوكي نعرف كل شيء خبريني عن تمارا ومسرحيه الختم السابع قد ايه انت بطله تكسر راسك بهذا العمل فعلا تمارا عم تدرس مسرح نعم والسنه بتخلص ماجستير ايه بتخلص
وتحدثني بمسرحية الفينال اللي لازم تقدمها وتاخذ عليها الشهادة. هي الختم السابع وعطيتني دور الموت. دور الموت يلي جسدتي بشخصية رح نشوف صورها هيك نشاركهم مع المشاهدين لأنه مش سهل أبدا. ايه هيدا الموت. اف قديه في تحدي، قديه صعب، قديه شخصية مش ملموسة مش كونكريت بين إيدينا، ما إلها أسس عم نقدر نتعاطى معها، قديه هالجدلية يلي بدنا نحطها بكاركتير صعبة. وأنت قلتي إنه هيدي شخصية تحدتك وشو عملتي؟ حلمت بكوابيس. أنا إنسانة مؤمنة ولكن الموت بعده لهلأ بخوفني. كان لما تمارا حملتني شخصية الموت بالختم السابع كسرت فيي كل الشخصيات اللي ممكن كنت لعبتها بحياتي على المسرح أو على التلفزيون. قد كنت تلميذ شاطر وممثل قادر يخضع للدايركشنز ولكل بالزبط. هالإدارة بالإخراج اللي تمارا كانت عم تعطيها. اختصاص تمارا إدارة ممثل، وشرط من لحتى أنا أقدر شارك معها لازم أدي الدور بطريقة مختلفة تماماً. حتى الصوت ما كان صوتي، حتى الخطوات، النبض، العيون، كان شيء. بس خلصناها يعني قبل ما نطلع على المسرح بدل ما تمارا اللي يكون عندها التراك إنه هيدا فحصة والجوري قاعدين وعملوا شغل هي وتمارا، هي وبترا ضيفوا اللي فايتين على المسرح قربان ومبيد الكنيسة، المبيد الحلو، تيفوتون بجو العمل يلي بيخدم أكيد المشهدية. يعني استعملت تمارا الحواس الخمسة، يعني يدوقوا، يشموا البخور، يشربوا، يستلزوا ويسمعوا يلمسوا ويشوفوا. وكانت غير انه نحن ادائنا كان على المسرح انا وميشيل أدباشي اللي كل التحيه له، كمان كان في سكرين، كمان كانت مصورته هي وبترا وعلي دلول يعني بطريقه مكمله للعمل. وما فرجوني شو صورنا لنهار العرض، ما يعني ما بخبرك قديه تمرنا وقديه اشتغلنا. ورجع طلع معي اضافه بس شفت اللي حطوني فيه. شو حلو، من اروع ما اشتغلت بحياتي. صورت تقرشفت يعني بقيت ذكرى مصوره عندكم. هيدي من الاسرار يلي بس تمشوها. هي من الاسرار فيها متعه بالعمل لانه كمان بنتك شاغله فيها، بناتك اثنينهم. فعلا فعلا. اللي مشاغب اكثر قلتي لي بترا يلي هي الكبيره، كم تاتو صاروا لحد اليوم؟ شي 17. هول عارفه فيهم انت؟ ايه. او كلهم عارفين. ما ببرحشها. كيف كانت رده فعلك لما ولد بعمر 18 بيجي عند اهله بقول لهم انا عملت تاتو؟ يا حبيبي خبروك؟ حدا خبرك؟ لا تفضلي. لا ماما مثل بريجيت يعني، اضرب من بريجيت. يي ما صدقت، وجعتي، بكيتي، حطيتي، يعني ما اهتميت للتاتو قد ما اهتميت قد ايه هي توجعت. شو صار فيها بعدين؟ يا ماما جلدك بلكي صار له شيء. يعني قلبت، صرت ام نقيقه. هلا بترا على طول عندها صدمات لك، ولما حلطت شعرها كان عمرها 16 سنه. هي كانت صدمه اخرى. صدمه اخرى، تفاجأت وعيت لقيت بترا بلا شعر. يا امي على الزيرو. لأنه بدها تكون مختلفة. وبترا مؤخرا بالشعر الأخضر أو الأزرق. موف مش اللي دارج، الموف المش دارج. قديه هالحرية يلي بتتركيها عند بترا وتمارا، هالحرية يلي بتعطيهم إياها مساحة قادرة تقرب المسافات بيناتكم أكثر، وقادرة كمان تحط هيدي الثقة يلي بتصير أهم من أي صدام ممكن يكون بين ولد وأهله. تقلك شغلة، أنا ثاقبت أني درست علم نفس الطفل ودرست تربية، وثاقبت أني حنونة، والأكثر أني درست مسرح
قبل ما جيب بترا وتمارا. كل هالعوامل خلتني كون الأم يلي هالقد متصالحة مع أولادها. يعني العلم ضروري الأهل يقروا يشوفوا أيه أقرب نقطة، ولا لأ عملت رجال أو عملت سيدة عملت آنسة. لو كان عندك صبي اليوم كنت بتعمله معه بنفس الطريقة بتكوني قاسية أكثر؟ أكيد لا نفس الشيء. شو البنت والصبي هن وجهين لعملة واحدة ما هن ولادي، فلا أكيد نفس المربى. وأنا وبناتي عنا هيدي الناحية الأسرار الكتيرة مع بعضنا بتبقى بيناتكم محصورة فقط بتبقى بيناتنا، وحتى لا أنه سر البيت يعني منتضحك بمطارح بس نتطلع ببعضنا بدون ما نحكي يكون في هال كتير هال هيك الفهم يلي له علاقة بشي صاير وانتو بتغمزوله بين بعضكم. وحاوي كمان منه برات هالأوضة معنا، بس بتعرف البنات هيك مرات يعني هيك اشياء بسيطة موديل شعر نضحك ساعة بلكي أو يعني. وهي الأخبار يلي بتبقى ذكريات لعطول. ليه ما خليتي بيترا تعمل إخراج؟ ما حبيتها تتعذب قدي، وأول ولد دايما نبقى متكمشين إنه دخيلك يا عمري قدي بدك تتعذبي، قدي بدك تسهري ليالي، قدي يمكن بدك تحملي كابلات ما بتبلشي مخرجة، رح تحملي كابل رح تحملي بارش، يعني رح تتعب كتير. خفت عليها من التعب وخفت عليها من قدي بدها تستهلك من طاقاتها استهلاك مميت. وهاتي طلع لها اسم وهاتي روح تعبها. وتمارا اللي راحت للهندسه وطلعت الاولى بالدوره بعدين بامتحان المسرح وال فاجاتني بإدارة الممثل. لانه بيترا اللي ساعدتها. انا كنت بالتصوير كنت عم صور مع كارولين ميلا وحطوك تحت الامر الواقع. لا راحت هي وبيترا اساسا بدها تسجل هندسه. لما تمارا فاتت وشافت صف الرقص وهي من هي وصغيرة حطتها كنت بمعهد رقص، شافت الرقص وقالت هون شو منتخصص مسرح فليكن مسرح. وهذا كان خيارها. رح نتابع بأسرار، رح نحكي عن لما عضك الكلب وكنت حبلي وهالفوبيا يلي خلقتيها وانكسرت كيف، نحكي بعد الفاصل. فرصة أخيرة مشاهدينا لحتى تبعتوا سين عين أو اس او فاصل بيناتهم على 10-13. رجيب بيتصل فيكم وأكيد ليرة ذهب من نصيبكم بختام هالحلقة مع نجمتنا بهالحلقة رندا كعدي. بريك. متابع مشاهدينا للقسم الأخير من سهرتنا الليلية، سهرة عمر مع الممثلة رندا كعدي. بعدنا بهالغرفة اللي هيك فيها أسرار وإطارات فارغة وإشياء مش كل الناس بتعرفها بس نحن بسهرة عمر بنعرفها طبعا والمشاهدين. قبل الفاصل كنا عم نحكي عن لما عضك الكلب وكنت حبلي بباترا، شو صار؟ وكنت غنجه كثير وبحبه. كان كلب لألكن أو غريب؟ لا لا مش لألنا، أنا كنت عم بتمرن كنا بطرابلس، كانت أيام حرب وهي وبلشنا أخي بلدنا بطرابلس. بعلمك بحبني هالكلب وأنه أنا رافقة عضني وعضني كتير، يعني أخذوني على المستشفى من يومتها. فكركم شحادين يا بلدنا على المزبوط. من يومتها خلاص صار عندي فوبيا لأنه كنت خايفة على البيبي اللي أكيد خلص كرهت الكلاب. وكيف صرت تحبي فيبي؟ كيف تعرف على فيبي؟ فيبي حبيبة قلبي. فيبي ها فيبي. فيبي نجمة. نجمة بامتياز فيبي. يروحها. يعني تركوها معك نهار اضطريتي انك تنطريها مع انه كنت ضد الخبرية على كذا مرحلة، بعدين جابوا فيبي لمن صاروا عايشين ببيروت لحالهم، خلص صار في فيبي امر واقع. كيف صرتوا أصحاب؟ شو صار بغيابهم؟ لأنه بيترا كانت مضطرة عندها حفلة وبدها تروح تغني، وتمارا كانت دائما هي مديرة السات عندها، بدهم يروحوا اثنينهم تركيني مع فيبي. وأنا أطلع فيها وهي كتير صغيرة، أنا إنه بعين الكره ما بعرف شو صار. يمكن قد ما بحب بناتي وخفت عليها تبكي حطيتها بقلبي
بتعبطني، قال بتعبطني ياي. هلا بحكيها لها، ببعث لها فويس فويس لفيبي يا عمري يا فيبي. ايه صارت فيبي كل الكلاب وين ما بشوف كلب، هلا كبير صغير فيبي كله صار فيبي، كله في غرام مش طبيعي. ودائما بالسياره معي كيس التريت، حيالله كلب بشوفه بزق له تريت ياي. هذا غرام تاثير فيبي على على الحياه العائليه يعني. ايه 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 عن جد ما بخبرك يعني، صارت كل شيء كل بتعبي لي الفراغ اللي انا بحاجه له مع اولادي يمكن. وهذا ضو غمز لمره اخيره بسهرتنا لليله، باشاره منه لحتى ننتقل للفقره الاخيره للاسف، مع انه بعد عبالي اعمل فقرات واجزاء وساعات بهالجلسه الحلوه معك. الفقره الاخيره بسهرتنا هي والعانه مع الصحافه، تفضلي. يلا شكرا. انا ما بشوف بالعوينين بس طفله. طلعت بدك نرجع نظبط هذه الفقرة الأخيرة والعانة مع الصحافة. بكل حلقة بختاما ناخذ اتصال من صحافة بيطرح أسئلة على ضيفنا. رح نشوف صحفية رنا أسطيح شو عندها حبيبتي لحتى تسألك. رنا مساء الخير ورمضان كريم. رمضان كريم، مساء الخير شادي، مساء الخير لمشاهدي تلفزيون لبنان ولسيدة الشاشة اللبنانية رندا كعدي. حبيبتي رنا، أنت أول مين أطلق بهذا الرمضان أنه السيدة رندا كعدة نجمة بكل المقاييس، ورجعت ولعت السوشيال ميديا ولعت الدنيا، وهي أصلاً نجمة من قبل ولكن السنة كان في سحر خاص هيك نافر برندا كعدة. تفضلي أول سؤال بتطرحي عليها. رندا كعدة نجمة من أول نفس لآخر نفس مثل ما كتبنا وكل الزملاء كتبوا، وهي فخر لإلنا. بالسؤال الأول، رندا كعدة السنة خلقت حالة ما شفنا مثلها قبل، حالة بين النقاد على سطور الصحافة بالسوشيال ميديا والفيديوهات المتداولة. سموك النقاد ميريل ستريب العرب. تعتبري أنه بعدك ناطرة جايزة مثل ما متوقعين هلأ يجوا الجوائز لإلك، ولا تقولي الجايزة وصلت خلص من ردة فعل الصحافة والناس؟ وصلت مع تقديري لكل الجوائز، بس معنويا لما من بعد مسيرة وعمر وتعب وشغل، لما الصحافة والنقاد والمشاهدين والناس البسطة اللي قاعدين ببيوتهم والناس المتفلسفة يجمعوا انه شغلي كان صح، هيدي اكبر جايزة واكبر وسام. تفضلي رنا سؤال اخر. سؤال آخر، رندا كعدة أكثر من 30 سنة مشوار فني وعطاء، وأكثر من 120 مسلسل وعشرات وعشرات الأدوار، بس قلت بمقابلة أنه سجنوني في قفص 30 عاماً. هيدا القفص رندا كعدة ظهرت منه، ومين اللي فتح الباب؟ المسرح ولا الشاشة ولا رندا بإيديها؟ لا المسرح. أنا ذكرت هالشي بمسرحية قفص يلي اشتغلناها، كتابة سيدة جمانة حداد، اخراج لينا ابيض، وحضرتك رحتي وشفتي واشهد يا حبيبة قلبي، فاعطيت كل الصرخة اللي بدي اقولها انه كفى ماما، خلوني العب ادوار طال اكبر شريحة من النساء. يعني المسرح هو قضية والفن بالإجمال هو قضية، هو منه تسلاية ولا يعني نطلع لحتى ننشهر. هيدي رسالة حقيقية أني أنا أقدر أطلع ووصل صوت مغمور، ناس مطمورة، قضية كتير كبيرة مخباية. واجباتي كمرأة أني أطلع هيدا النضال، بدي أشتغل لكل النساء. فكسرت القفص وفت على المسرح بالعانس يلي كان من بعيد. اجمل الادوار. هيدي المره اللي ناطره العب لها دوره. بعد في قضايا نساء كثير حابه عبالي بقى،
يطلعوني شوي من الماما لحتى شوف بقايا السيدات شو عندهم لحتى أقدم لهم، لأنه ما بقى من العمر أكثر ما مضى، بدي لحق. أعطيت كثير ماما. ونحن بدنا نستفيد منك للآخر. الله يطول بعمرك. تفضلي رنا، بتحبي بعد تسألي سؤال؟ السؤال الأخير لإلك رندا كعدي، ظهرت من هالقفص، مين أخذت بإيدك معك؟ هل فتحت فرص برأيك للممثلات الأكاديميات، للخريجين الجدد اللي ناطرين فرصة، للممثل اللي ما بتقبل يمس وجه أي تدخل تجميلي وبتحافظ على تجاعيدة، مين أخذت بإيدك وظهرت من هالقفص اللي هو هيدا القفص الرمز الكبير؟ حبيبة قلبي، يلي عم تتفضلي فيهم كلهم، يمكن دايما في شرارة، في تدبير لحتى يصير هالشي، يمكن حان، يعني أنا الأوان، صار وقت القطاف، صار لازم الأكاديميين يشتغلوا، بعتقد صار لازم خريجين المعاهد، صار لازم الناس اللي ما إلا مطرح يكون إلا مطرح، وخصوصي هاللي من جيلي واللي حتى أكبر، في ممثلين كتير أكاديميين قاعدين بالبيت، لا ضروري بقى يطلعوا على الضوء. اكيد اكيد، وانت فتحت النفق ونحن بدنا نقول لك بنفتخر فيكي، وبدي اشكرك شادي على هالفرصه. انا بكبر بس احكي عن رندا كعدي، وكلنا اليوم فخورين فيها، وهيدا نجاح سنين وتعب سنين، وان شاء الله دائما لقدام. اكيد هذا فخر لنا كلنا. شكرا لك الصحفيه رنا أصطيح رمضان كريم، وشكرا لهالمداخله. شكرا يا هلا. نقيت لي حبيبه قلبي، يعني لأنه هالحلقة هالقد فيها كم من الحب يا حبيبي، وفيها هالقد كم من الحقيقة، فما فينا إلا ما نقدم لك ياهن، وهذا عربون صغير من اللي أنت عطيتي للفن بلبنان بشغلك وبعطائك. شكرا رندا كعدي، هذا باختصار. شكرا لألك، رمضان كريم يا رب. السنة رمضان حل علي البركة، أكرمني أكرمني كتير عن جد، يعني ما بعرف شو بدي اقول غير نشكر الله دائما هيدي على كل شيء، لانه هو ادرى بعطاياه. ست رندا اسمحي لي اقول لهم للمشاهدين كمان انه للاسف بسبب عطل تقني بشبكه الاتصالات الليله استثنائيا ما رح يكون في رابح، بعتذر منكم ولكن بعدكم انه بكره رح نرجع أكيد، فبعتذر من كل الأشخاص والمشاهدين بسبب هالعطل التقني بشبكة الاتصالات. هيدي حلقتنا وهيدي سهرة عمر موفقة بكل شيء. في تحضيرات بدأت تهمس بأذنك، شو هي؟ إن الله راد بدي بلش شغل أنا وستلينا أبيض على فكرة مسرحية. بطولتك؟ المسرح ما بده بطولة، المسرح بده جماعة. يا ريت نتعلم من هالكبار يلي اوقات ببينوا قد ايه الجيل الجديد يلي ببين صغير بهيك بافكار بتكون سخيفه بيتعلق فيها، وانا قصد غمست لهالموضوع لانه بعرف شو راح يكون ردك وجوابك، وهيدا الكبر بحد ذاته. حبيبي شكرا لإلك رندا كعدي، نجمه هيدي السنه ونجمه دائما، ناطرين اعمال جديده وناطرين يلي حكي فيه طارق سويد باول الحلقه. من كل قلبنا كمشاهدين قبل ما نكون زملاء انه نشوف رندا كعدي بعمل بطوله لألا لانه بيلبق لها. بالختام بدي اطلب منك كلمه لسهره عمر تتركي لنا اياها، نحملها معنا لدايما، وموفقه بكل خطوات بتقرري تقدمي عليها بعالم الفن. شكرا لك. خلي لي قلبك. اهلا وسهلا فيك. وين بتحبوا اكتب هون؟ بهيدي الناحيه تفضلي. مشاهدينا بكره التاسع والعشرين من رمضان ضيفي مباشره عبر هوا تلفزيون لبنان النجم العربي الممثل عبد المجيد مجذوب، الى اللقاء.